بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن الاستومك اوف هورس. هناخد شكل الاستومك والهورس من بره، وهناخد هنفتح الاستومك من انتيريور عشان نشوف الاستراكشر او الميوكس اللاينينج ميمبرين بتاع الاستومك. هنبدأ في الاستومك هورس. هنقول ان الاستومك هورس تبقى شكلها جي شيب، حرف الجي او جي شيب، حرف الجي شيب. الاستومك عامة بيبقى لها اتنين بوردر، لها اتنين كيرفتشر، لها اتنين اورفيس، لها اتنين سيرفس. الاتنين سيرفس ده السيرفس اللي جوه ده او اللي باين قدامنا ده بسميه الفيسرال سيرفس. الفيسرال سيرفس دول له علاقه بالانتستين بالاحشاء اللي جوه الجسم، وبينما السيرفس التاني ده بسميه البرايتال سيرفس. البرايتال سيرفس اللي له علاقه بيبقى نايم على الليفر. عندي ده الاثنين سيرفس، عندي في بيسرال وفي برايتال، عندي في اثنين كيرفيتشر. عندي في الكيرفيتشر الصغير ده بسميه الليزر كيرفيتشر. الليزر كيرفيتشر ده بين الاثنين هو البوردرز او الحافه او الانحناء اللي بين الاوسوفجاي او الكارداي اللي هي فتحه الفؤاد لحد فتحه البيلورس او البوردرز اللي بين الاسوفاجس وبين الديودنم ده بسميه الليزر كيرفيتشر. وبيبقى في اتنين روبتين هنا بيمسكوا في المكان ده، واحد في الاستومك واحد في الديودنم، بنسميهم على بعض الليزر اومنتوم. البوردرز الثاني او الانحناء الاعظم ده بسميه الجريتر كيرفيتشر. ده الانحناء الاوبز سايد، ده من السطح الاكبر وبيمسك فيه الحاجه فولدس من الغشاء البروتوني، بسميها الجريتر اومنتوم. ده عباره عن فولدس من الغشاء البروتوني تنزل تثبت الاستومك والجزء الامامي من الديودنم والجزء الخلفي من الكولون، بتبقى موجوده هنا كده، هنشوفها على عينه تانية. يبقى احنا قلنا ده اللي هي الاستومك، ده الفيسرال، ده البرايتال، ده الديودنم. الجزء الامامي من الديودنم بيبقى حرف الاس شيب، وبعدين بيبقى ديسندنج ديودنم. بعد كده دي الفتحه اللي ورا ديت، دي فتحه الاسوفجس، فتحه الاسوفجس اهيت داخل على الاستومك. الليفت اكستريميتي اوف ذا ستومك، ليفت اكستريميتي اوف ذا ستومك اوف ذا هورس، بتبقى هايلي ديفلوبد او هايلي في اللوكيشن بتاعها دورزالي اباف ذا كاردياك. بسمي المنطقه دي المنطقه المنتفخه من الليفت اكستريميتي بالاستومك، بسميها السكس سيكس. يبقى السكس سيكس عباره عن ليفت اكستريميتي بالاستومك بيحصل لها بالجنج اباف ذا كارديوم، بالجنج اباف ذا كارديوم، ده بنسميها الايه؟ بنسميها الاستومك وهي مقفوله. بعد كده عملنا ايه؟ فتحنا الاستومك. احنا عارفين ان الاستومك اوف ذا اكواين او ذا هورس بتبقى مونولوكولار كومباوند. يعني ايه مونولوكولار؟ مونولوكولار يعني وان كومبارتمنت. ويعني ايه كومباوند؟ يعني اللاينج بيسيليم بتاعنا بيبقى عباره عن جلاندولار ونان جلاندولار. فاحنا لما بنيجي نفتح كده هنلاقي منطقتين مطحينه، هم في الاختلاف الشكل بتاعهم مختلف. الشكل اللي عامل زي القطيفه ده بسميها الايه؟ بسميها اللان اللان جلاندولار، اللي هي المكان ده اللي عامل زي قماش القطيفه بالظبط، اللي هو ده بسميه النان جلاندولار. في خط اهوك فاصل النان جلاندولار عن الجلاندولار، الخط ده بسميه ايه؟ بسميه المارجو بلايكيتس. يبقى ده المارجو بلايكيتس، ده اللي بيفصل النان جلاندولار عن الجلاندولار. يبقى ديك النان جلاندولار بارت، ديك الجلاندولار بارت، والفصل اللي بينهم ده بسميه الايه؟ المارجو بلايكيتس. نيجي بقى على الجلاندولار، هنلاقي ان الجلاندولار مقسوم لثلاث اجزاء. جزء صغير بيبقى حوالين المارجو بلايكيتس، ده بسميه الايه؟ بسميه الكاردياك جلاند ريجون، كاردياك جلاند ريجون. والمكان الثاني الكبير ده بسميه الفاندك جلاند ريجون، الفاندك جلاند ريجون. والمكان الصغير اللي هنا بيبقى حوالين البايلورس ده بسميه البايلوريك جلاند ريجون. يبقى انا عندي ديك النان جلاندولا جلاند ريجون، ده المارجو بلاكيتس الفاصل اللي بين الجلان جلاندر والجلاندولار، ده بسميه الكاردياك جلاند ريجون، اللي في الجسم ده بسميه الفاندك، واللي حوالين البايلورس ده بسميه الايه؟ بسميه البايلوريك جلاند
ريجن، وادي فتحه البايلورس وخارج منها الايه، خارج منها الديودرم. يبقى ده الاستومك من الفنترال اسبيكت بتاعتها.